كما تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 411 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 74 طناً من المواد الغذائية وغير الغذائية، كما تمكنت وزارة الداخلية من ضبط قرابة 64 طناً من المواد الغذائية وغير الغذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فضلا عن ضبط أكثر من عشرة أطنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تم ضبط 601 قضية في مجال قضايا المخابز وضبط عشر قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 285 طنا من الأقماح المحلية في مجال ضبط المخالفات مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدريب تداول القمح المحلي